أمل طفلة صغيرة عمرها 14 سنة فاقدة للسمن وتعيش في مركز مندمج للأطفال. نهار مشيت تقرأ وهي مريضة وعطست في القسم. الأستاذ تقلق منها ونقلها لآخر القسم وقالها قدام أصحابها اللي هو خايف لتعديهم بالكورونا. توجعت أمل وحست روحها تهانت. اليتم والقهر خليوها تكتب في آخر الحصة على السبورة كلام موجع وجارح بلغة فيها كلام بذيء لأستاذها. الأستاذ تغشش برشا من الكلام المكتوب وعديها على مجلس التأديب. المجلس بعد التشاور اقترح طرد أمل من الدراسة لمدة 5 سنين، وتم الأخذ باقتراح المجلس واصدر قرار ضدها يحرمها من التعليم. مدير المركز المندمج طلب مراجعة القرار القاسي اللي صدر ضد أمل، لكن تم رفض المطلب متاعه. قدام الرفض هذا مشى مدير المركز المندمج إلى المحكمة الإدارية وتعن في القرار على خاطره يمس من حق الطفلة في التعليم ويتعارض مع نص الدستور وخاصة الفصل 49 منه. المحكمة طبقت مبدأ التناسب اللي جاب به الفصل 49 وقالت صحيح أنه أمل أساءت معاملة أستاذها، ومن المعقول أنه يتم معاقبتها في إطار تحقيق الهدف التربوي الإصلاحي وحماية لحق أستاذها اللي أهانته بتصرفها، لكن كان يمكن العقوبة تكون أخف وتحقق الغاية التربوية وتحافظ على كرامة الأستاذ من غير ما تحرم أمل من حقها في التعليم بالصفة غير المتناسبة هذه. وعلى هذا الأساس قررت المحكمة إلغاء القرار الصادر بطرد أمل لمدة 5 سنين من التعليم. وبفضل التطبيق السليم للفصل 49 ومبدأ التناسب رجعت أمل للقراية وخذيت فرصة ثانية باش يكون عندها مستقبل خير.